عمر الثامنة عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي كنت أراسل مجلة السمير، كنت أعشق مجلة السمير التي كانت تأتي من القاهرة كما يأتي الكثير جدا من الكتب ضمن والمجلات منظومة أخرى والصحف، ميكي وسمير وغيره. ولذلك راسلت مجلة السمير. ووسط دهشتي جاءتني رسالة من الأستاذة نتيلة راشد، أظن أن ذلك كان عام 79، من الأستاذة نتيلة راشد، هي رئيس تحرير مجلة سمير، نعم. وكانت الهدية مجموعة من الطوابع. كان هذا العرف العهد في الصحف والمجلات في تلك الفترة، كانت هواية جمع الطوابع النادرة مسألة مهمة، أظنها اندثرت الآن. ولذلك تطورت هذه المسألة شيئا فشيئا إلى أن احترفت المسألة في عام 1996. خلال هذه الفترة الطويلة هل شعرت بأي شعور انتابك بشيء من التردد أو كأنك تريد الرجوع إلى الخلف؟ لا، أنا سعيد جدا بهذه المهنة، وأعتقد أنني قدمت فيها الكثير ووجدت فيها نفسي. أكثر المراحل رسوخا للهندي عز الدين هي هذه المرحلة. كل المراحل مهمة، مرحلة البدايات الاحترافية كانت عام 96، قبل 21 سنة الآن، في صحيفة ألوان، ونحن نرسل تحية من هنا إلى صاحب هذه القناة الأستاذ حسين قوجلي، هو الذي فتح لنا الباب لندخل الصحافة الاحترافية. كنا نكتب كمتعاونين، لكن كأن يعمل الشخص كمحرر محترف ويسهر ويشتغل محرر سهرة وكذا براتب ضئيل جدا طبعا، كان لا يتجاوز 150 جنيه عام 96. فرق العملة الآن. ثم انتقلت مع الأستاذ الراحل الشهيد محمد طه، محمد أحمد له الرحمة والمغفرة، له الرحمة. في تأسيس صحيفة الوفاق عام 97، وجلست مع الأستاذ الكبير محمد طه محمد أحمد لمدة عامين حتى نهاية العام 99. ثم عدت إلى ألوان في نفس العام، عام 99، عام المفاصلة، وكنت رئيسا للقسم السياسي في ألوان في عام المفاصلة. أفتكر كانت فترة الظهور الأساسي في تلك الفترة. بعد ذلك تنقلت في عدة صحف، يعني صحيفة القبس، صحيفة المستقلة القبس اللندنية الاقتصادية اللي كانت تحولت إلى السياسية، القبس اليومية، صحيح. رأسها في تلك الفترة صحيح. الأخ الزميل عابس السيد أحمد له التحية. صحيح. ثم انتقلت عام 2000 إلى صحيفة المستقلة اللندنية، مدير لمكتب المستقلة في كان في برج البركة، ثم تحول إلى تلفزيون. في فترة المستقلة يعني نشرنا المستقلة طبعة السودان لأول مرة، عدد كان يحرر من الخرطوم ويرسل عبر النت إلى لندن فيطبع في لندن فيأتي إلى الخرطوم مرة أخرى، المستقلة طبعة السودان. أفتكر كانت تجربة مميزة. بعد ذلك عملت مراسل لتلفزيون المستقلة من عام 2000 إلى عام 2002. في تلك الفترة قدمت أول برنامج سياسي مباشر، كان قناة اسمه الخرطوم. حوار على الهواء في قناة الخرطوم سنة 2000، قبل نعم. 17 سنة. من ضيوفه البارزين كانوا السيد مبارك الفاضل المهدي له التحية الآن وزير الاستثمار، كان عائدا للتو من المعارضة عام 2000. من ضيوفه كان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، كان الأمين العام للمؤتمر الوطني في تلك الفترة، والراحل الكبير المفكر محمد أبو القاسم حاج حمد أيضا كان ضيفا من ضيوف تلك الحلقات. استمرت حوالي عام أو عام ونصف. ثم انتقلت إلى صحيفة الأنباء عام 2003، وهي صحيفة حكومية. صحيح. الصحيفة هي التي ورثت 2000 إلى التجربة السوداني وال نعم السودان الحديث أظن، صحيح، 2003 إلى 2004. ثم عملت كاتبا راتبا بصحيفة الصحافة، نعم، ثم كاتبا بصحيفة الوطن، ثم مؤسسا ونائب لرئيس التحرير في صحيفة آخر لحظة، ثم مؤسسا ورئيسا للتحرير في صحيفة الأهرام اليوم، ثم ناشرا ورئيس مجلس الإدارة في صحيفة المجهر السياسي. ولكن اختلفت التجربة شيء ما من آخر اللحظة.
يعني انت دخلت والله انا اعتقد انه اعتقد انني تدريت يعني اذا في الجيش او في الشرطه في وكيل عريف في جندي لكن لحظه كان في دبورتين لكن ما اعرف هسه انا لواء ولا فريق لكن تدريت من محرر كما قلت لك براتب 150 جنيه الى شريك مررت بمرحله رئيس قسم سياسي رئيس قسم اخبار مدير تحرير نائب رئيس تحرير رئيس تحرير رئيس مجلس إدارة في السودان الشريك بدأت من آخر لحظة 2009 شراكة والمشاركة في أن تكون ناشرا 2009 هذه مرحلة جديدة وهذه تجربة مهمة نحيي فيها الأخ الباشمهندس الحاج عطا المنان يعني هو فتح لنا هذا الباب لأنه شجعنا وكان هو الممول وكنا نحن من نصنع الصحيفة وكان لا يتدخل في الصحيفة لا علاقة له بها وهنا التحية والرحمة والمغفرة للأستاذ الكبير أستاذنا حسن ساتي نعم شاركوكم التجربة كان رئيس مجلس إدارة الصحيفة وتحية أيضا للأستاذ الكبير مصطفى أبو العزائم وهو الآن معنا في المجهر السياسي وكان رئيسي كان رئيس التحرير في آخر لحظة عندما كنت نائبا له ثم انتقلت إلى الأهرام الأهرام اليوم نهاية العام 2009 أسست الأهرام مع الأخوين عبد الله ضفع الله ومزمل أبو القاسم استمرت لنحو 3 سنوات ثم انتقلت إلى المجهر السياسي ألم تكن المجهر السياسي جرأة وأنت تقبل على وضع صحفي متأزم ربما كان ذلك وصدرنا في وقت صعب حتى كانت هناك أزمة داخلية في مواد الطباعة وكانت هناك أزمة ورق حادة أنا أذكر أن مدير المطبعة الدولية الأخ ياسر حمد قال لي يعني هذا وقت صعب للصدور للصحيفة شهر 4/2012 كانت هناك أزمة طاحنة صحيح. في مواد الطباعة تأثيرات الأزمة الاقتصادية وشح الدولار وكذا وكان هناك نزاع أننا كنا نريد أن نطبع أكثر من 30,000 ولكن شح الورق فرض عليه أن يطبع علينا 25,000 فقط مع قراءة ربما لم تكن مشجعة في ظل تنافس نعم يعني المحامي الأهرام نصحني بأنه ما حصلت عليه من نصيبي في الأهرام اليوم أن أحوله إلى عمارة وشقق سكنية أفضل من أن تنشئ صحيفة مرة ثالثة وتكون هناك مغامرة نعم. لكن أنا فخور بأنه الصحيفة نجحت وأنه الصحيفة تشارك فيها الآن مجموعة كبيرة من الصحفيين الشباب وفيها بيوت مفتوحة يعني أكثر من 85 من عامل إلى صحفي إلى كاتب نعم يعني مع تطور الإعلام الجديد ووسائله والمنافسة القوية لهذا الإعلام بوسائل مختلفة البعض يرى بأن الإعلام الصحافة الورقية يكاد يختنق الآن هل تشعر بهذا؟ نعم يختنق بصفة عامة على مستوى العالم هنالك الصحف في بريطانيا كسدت الآن وأغلقت أبوابها ويختنق على مستوى الداخل لأن هنالك ظروف داخلية أيضا ظروف سياسية ظروف اقتصادية ومشاكل لوجستية متعلقة بتوزيع الصحف هنالك حرب أيضا من السلطات المحلية في ولاية الخرطوم في الولايات الأخرى تجاه الصحف حيث أنهم باستمرار يزيلون المكتبات ولا يزيلون النفايات سوء إدارة أم قصد يعني لا أدري البعض يعتقد أنه قصد ضمن الحرب على الصحافة الأزمة الاقتصادية الآن الصحف تطبع باستمرار في زيادات ربما تكون كل 2 أو 3 شهور في الأسعار كلما ارتفع الدولار الورق يحتكره تجار على أصابع اليد الواحدة الدولة تتفرج ولكنها تستفيد من الصحافة إذا انتشرت فهي مستفيدة ربما لا يفهم البعض ذلك وإذا كسدت فهي لا تدفع مليما لهذه الصحف في عمليات التمويل والدعم عكس ما يحدث في كثير من الدول العربية مصر صحيفة الأهرام لا تدفع الكهرباء فاتورة الكهرباء والمياه حتى لا تدفعها الأهرام والجمهورية وأخبار اليوم الصحف القومية الثلاث المسمى القومية الثلاث في مصر في الخليج هناك دعم سنوي للصحف في قطر في الإمارات في السعودية يعني الناشر يتلقى دعم سنوي من الدولة هنالك إعلانات حكومية هذا هو دعم الحكومة إعلانات حكومية
تقسم بالقطارة وتأتي عائداتها بعد شهرين وثلاثة أشهر. يعني ربما كان هذا أمر موضوعيا مع شح إمكانيات الدولة نفسها. والله أعتقد أن الدولة تنفق ملايين الدولارات في موضوعات غير مهمة، قد تستقبل مؤتمرا في قاعة الصداقة لجمعيات لمنظمات لمؤتمرات قد لا تكون مفيدة كثيرا للسودان، قد ينفق فيها ملايين الدولارات في مع قراءات غير مشجعة للصحافة الورقية خلال المرحلة المقبلة. رغم ذلك أعتقد أن الصحافة الورقية ما زالت مؤثرة، ما زالت هي الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية، والدولة تعلم ذلك جيدا. لذلك في كثير من الأحيان هناك كثير من المسؤولين غير سعيدين بالصحف باستمرارها بانتشارها، ما زالت هي الأكثر تأثير، ولكنك أمنت يعني على واقع الاختناق، ما زالت تحتفظ بميزة المصداقية التي لا تتوفر كثيرا في النت. يعني آخر أكذوبة جاءت في الواتساب عن الحكومة الجديدة أنهم نشروا صورة من ضمن الناس اللي في الصورة شخص عمره 83 ربما 84 سنة، وقالوا هذا وزير الإرشاد الجديد عمره 83 سنة. والحقيقة أن الشخص الذي على يمين الشخص المسين هو الوزير. نعم هذا يحدث، وانتشرت بصورة كثيفة جدا حتى نحن كدنا أن نصدق ذلك. ولذلك الصحافة ما زالت تحتفظ بميزة مهمة المصداقية. قد يكون هناك خطأ، قد يكون هناك تصويب، وكثير من هذه التصويبات التي ترد في الصحف بالمناسبة ليس لنا الخبر عاري عن الصحافة، ربما أنا أستعلمك عن وجه آخر، ربما موازنات إعلامية وسياسية أحيانا يعني قد تظن أن هذا الخبر لا يؤثر كثير في قضية أو موقف سياسي مهم أو أمانة مهنية، ولذلك تركن إلى أن تنشر توضيحا لوزير أو مسؤول أو رئيس حزب في المعارضة. هذا جيد، ولكن أنا يعني داير الوجه الآخر، أنت أمنت على واقع الاختناق من ناحية مدينة، من ناحية منافسة لوسائل الإعلام الجديدة المختلفة. أين يتجه الهند عز الدين بهذه القراءة؟ يعني هل ستستمر في الصحافة الورقية أم ستكون لك اتجاهات ثانية؟ أنت يعني كنت والله نحن نتطور مع تطور مع تطور الذي يحدث في العالم. يعني الآن المجهر لديها موقع إلكتروني نشط جدا، ومحافظين على هذا الموقع وفي نشر النسخة الورقية، ليست كل المواد نسخة إلكترونية كما حدث في بعض الصحف البريطانية الآن تتجه لكي يمكن، لكن لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث قبل خمس سنوات. يعني نعم، فترة من 5 إلى 10 سنوات. نعم. ستظل الصحافة الورقية مؤثرة. يميل الهند عز الدين لمناخ المعارك ويشعر بنفسه، يشعر بذاته، وربما يكون مرتاحا في هذا المناخ. غير صحيح، لا أحد يرتاح في مناخ المعارك، لا أظن أن أحدا يرتاح في مناخ المعارك، ولكن كثير من هذه المعارك تفرض علينا، تفرض علينا ولا بد أن نخوضها. ولكن غير سعيد بأن أظل في هذه المعارك مستمرة. على أي حال هي معركة في العام أو معركتين في العام، ليست كثيرة. ولكن الصورة الذهنية لهند عز الدين عند القراء بأنه يعني أعتقد أنها معارك في الحق. يعني في كثير من الأحيان أنا مؤمن بأن ما كتبته كان صحيحا، وتثبت الأيام ذلك. يعني في كثير من المعارك التي دخلناها، يعني مثلا المعركة التي جاط فيها النت وهاج وماج وارتفع الناس بسبب أن بائعة شاي فضلة افتتحت قصة الشريط لعنبر. الموضوع الأساسي لم يكن الحديث عن ستات الشاي، ولكنهم حوروه بقصد أو بدون قصد. بعض الناس لم يقرأوا العمود، ولذلك هنالك في النت ثقافة القطيع بصورة كبيرة جدا. يعني كثير من الذين ألتقيهم حينما يتحدثوا يقول لك والله هاجم ست الشاي وليه، وست الشاي ومترفع، وست الشاي ما زول وما إنسان وكذا. لما تزالهم إنت قريت العمود يقول لك والله ما قريته، لكن شايف الناس في النت قالوا كذا. وأنا كنت أتحدث عن تراتبية، وكنت في تلك الفترة في المستشفى في الهند، وأنا ألمح الهند دولة عظمى، مليار و300 مليون، مليار
و250 مليون صحيح، أظن الصين مليار و300 مليون، الفرق 50 مليون بين الصين والهند، والهند فمليار وربع. كيف الدولة دي بالفقر الشديد في قطاعات كبيرة منها قادرة تكون دولة عظمى، تنتج سيارات، تنتج صواريخ، تنتج قنبلة نووية؟ لأنه مفروض كلما كسر العدد في أي مكان حتى في البص يكون في فوضى. صحيح. ولكن عرفت انه السر هو التراتبيه، المصطلح الذي سخر منه البعض. احنا ما عندنا، ولكن ربما كانت ما عندنا هؤلاء الشباب الى انهم يريدون لفت الانظار. يعني انا لو كنت معارض لا استسيق الحكومه ولا احب مامون حميده او بحر ابو قرده، مع انه ليس مؤتمر وطني وما دار يجيبه ويقص الشريط والعنبر عنبر اطفال، لماذا لا ياتون بالبروفيسور جعفر بن عوف كبير كبير الله كبير الطب الاطفال في السودان، تاريخ عظيم لجعفر بن عوف. هل جعفر بن عوف هل جعفر بن عوف حركه اسلاميه مؤتمر وطني؟ كرم. انا اتحدث هنا عن التراتبيه والتنظيم والترتيب، فليكن هذا العنبر باسم ست الشاي نفسها تكريما لها انكم كنتوا جنبها، لكن ما هي اللي تقص الشريط. وربما هؤلاء الشباب طبعا بيدافعون بحركتهم، يعني ده نموذج. انا اتحدث عن الجانب الانساني، ده عمل كبير اللي بيقوموا به في جمع التبرعات في صالة علاج المرضى، ان يكونوا في شارع الحوادث نهارا وليلا، هذا عمل عظيم نحن نشجعه ونقف معه. لكن تحولت المعركة من بعد ذلك إلى معركة سياسية، واستخدمت فيها أسلحة يعني محرمة دوليا. يعني هي المشكلة إنه الهند عز الدين يثير المعركة وهنالك ردود أفعال. هذه ليست معركة، أنت يعني حينما تستمر في الرد، يعني ترد للمرة الثانية. يعني من الذي افتعل المعركة؟ حينما يكتب كاتب أن العنابر يفترض أن يفتتح الأطباء، هل هذا صحيح ام خطا؟ لا، ما خلاص هم بيذكروا وجهه نظر انه يردوا. انت هل هذه معركه؟ انت بترد ثاني من جديد، هل هذه معركه؟ تبدا المعركه بردك انت. يعني الاطباء هم المعنيين بالمستشفيات، سواء بصفاتهم الرسميه او صفاتهم الخاصه، انه طبيب او كبير اخصائي طب الاطفال، كبير اخصائي الباطنيه، يفترض ان نكرمه. نعم. حينما تحدثت عن الاضراب في أقسام الطوارئ، برضو مجموعة من أطباء الامتياز قاموا وأجعلوا معركة ودعوا لمقاطعة المجهر. أنا قلت ألا يضرب الناس في الحوادث، يضربوا في الأقسام الباردة، وفعلا حصل كده في 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 المراحل الثانية من الإضرابات. والتاريخ بيقول إنه سنة 85 إضراب ناجح اللي غادوه المناضلين الكبار قادة الانتفاضة الدكتور الجزولي ضفع الله والدكتور حسين أبو صالح لم يكن يشمل أقسام الحوادث. نعم. ولذلك أنا أثير قضايا قد لا يقبلها الآخر من ناحية سياسية، ومن بعد ذلك يقود مجموعه من طبعا المشكله في انك انت ما بتقول، انت بتقدم رايك وهم بعد كده اترك الاخرين يتحدثوا كما شاءوا، ردك المباشر عليهم. هذه هي المعركه، يعني بينك وبينهم جدالا سجالا، هذه هي المعركه، يعني في ردك المتكرر. اي عمود، حتى العمود لو كان عن السياحه، في ردود افعال عليه انت بتستصحبها. نعم. في توضيحات لازم توضحها في 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 مسيرة النقاش حول القضية المسار. نعم. على أي حال نحن لن نخلق الآن معركة. نريد أن نستفيد من وجودك الآن في أستاذ الهندي. هنالك يعني تفاعلات كثيرة في الساحة السياسية الآن، وهنالك مرحلة جديدة تستشرفها البلاد بتشكيل وإعلان الحكومة القومية. بعض الناس نظر إلى هذا التشكيل بشيء من عدم الرضا. يعني أنت ذكرت في مقالك ردا على هذا، أو مش ردا، استفتاحا لرأيك في أنه 45% نسبة مرضية جدا للتغيير، البعض الآخر يرى أن هذه النسبة غير مرضية أصلا. إن كان هنالك تغيير لمرحلة جديدة يجب أن يكون التغيير بنسبة 80-90، حتى هذه الوجوه تتغير، هنالك رغبة في استشراف مرحلة جديدة من الناس، لماذا لا تتغير هذه الوجوه؟ ما رأيك في هذا؟ والله أنا أعتقد من ناحية نسبة التغيير قد تكون هناك ملاحظات في أمور أخرى، أعتقد أنها نسبة مناسبة،
جدا 45%، لأنه كان في تغيير كبير في 2013 ذهب فيه النائب الأول لرئيس الجمهورية أستاذ علي عثمان محمد طه، ذهب فيه الدكتور نافع علي نافع مزول الحزب، ذهب فيه الدكتور عوض الجاز صاحب ملحمة البترول، يعني ذهب فيه الحرس القديم والكبير في الحزب إذا كان التغيير مطلوب في الحزب. ده في 2013. في 2015 كان هناك تعديل أيضا في الحكومة وفي الأولى، كان على الأولى نعم. أعتقد أنه التغيير ليس مطلوبا لذاته في كثير من الأحيان، التغيير لصالح التحسين، لصالح التطوير. لذلك إذا كان في وزير، أنا قناعتي إذا في وزير يعني عمره 70 سنة ما زال يعطي، ما زال يقدم، ما زال ممسك بالخيوط والصنعة لهذه الوزارة مثل وزارة النفط مثلا فليبقى. هل تعتقد أن التغيير بإغالة الدكتور عوض الجاز في ملف النفط كان منتج؟ يعني الذي خلف عوض الجاز كان أفضل منه؟ لا أعتقد، لا أعتقد. أنا أجيبك مباشرة بما أنني الضيف، أنا لا أظن أن التغيير كان إلى الأفضل. حدثت أزمات في البترول، حصلت أزمات في المحروقات، حصلت أزمات في الغاز مستمرة جدا، وارتفع سعر الغاز أضعافا مضاعفة. ولكن هل هؤلاء الذين استمروا كانت سياساتهم ناجحة خلال فترة فاتت؟ الذين استمروا في هذه الحكومة الجديدة كانت سياساتهم ناجحة؟ ليس بالضرورة، يختلف التقديرات. أنت قدمت هذا القياس، يعني أنت قلت إذا كان أنا أقول أن التغيير بنسبة ما، لأن هنالك وزراء ينبغي أن يستمروا. لا، استخدامك لقياس النجاح والفشل بعوض الجاز، هل تعتقد بأنه الذين لم ينزلوا الآن من دست الحكومة مقياس النجاح أن هنالك كان استقرار في موضوع البترول وأنه هو مكتشف البترول؟ لا، أتحدث عن الذين لم يتم تغييرهم في هذه الحكومة الجديدة مثلا، يعني أنا كانوا تحدثت ناجحين؟ عن أسماء فلتقول بقية لي اسم، يعني هي أعتقد أن البروفيسور غندور كان ناجحا في هذا الملف، شهدت فترته تطور علاقات على مستوى العلاقات الخارجية كبير، حدث انفراج كبير في العلاقات السودانية الأمريكية، له دور كبير البروفيسور غندور. أعتقد أن الفريق أول عوض بن عوف كان ناجحا في هذه المهمة. وأهم ما ألاحظه في عمل هذا الوزير الزاهد عوض بن عوف، وأنا ليست لي به معرفة شخصية على عمق كبير، لكن ألاحظ أن مساعديه والذين أسفل منه، رئيس الأركان، وزير الدولة للدفاع، قادة الوحدات، يجدون متنفس في العمل. يعني لم نكن نعرف رؤساء الأركان السابقين، لم يكونوا يظهروا في الميديا. الآن رئيس الأركان قد يظهر أكثر من وزير الدفاع. هذه ميزة تفضيلية، هذه ميزة إيجابية تحسب لصالح الفريق ولا عوض بن عوف، أنه يريد إنتاج، يريد فعل، ولا يريد أن يظهر بصورة شخصية. نعم، وماذا عن بقية الوزراء؟ بقية الوزراء لا أعتقد أن هنالك إجماع أن جميعهم ناجحين، لا يمكن أن يكون ذلك، ولكن ربما رأت القيادة ما لا نراه. ولكن ليس بالضرورة أن يكون الجميع ناجح. أنا تحدثت عن نماذج، تحدثت عن التغيير. يعني مثلا أنا أعتقد أن تغيير الكاروري في وزارة المعادن كان معيبا. لا أعتقد أنه تغيير حالف التوفيق. يعني ربما كان أنه البروفيسور هاشم علي سالم هو أمين الحوار الوطني. طيب لو لم يكن هاشم علي سالم أمين الحوار الوطني، يعني ولم يكن هناك حوار وطني أصلا، هل يمكن أن تذكره لقيادة الدولة وتأتي به للمعادن تحديدا؟ أعتقد أن الكاروري حقق نجاحات، الذهب سد فراغ كبير في الميزانية بانفصال جنوب السودان، كارثة كبيرة السياسية التي فعلناها بأيدينا، وسلمنا ربع وطننا وربع شعبنا وثلاثة أربع ثروتنا النفطية، 350,000 برميل نفط يوميا ذهب منا. والأزمة أنه لم يذهب إلى الجنوبيين، الجنوبيين الآن في العراء وعادوا إلينا لاجئين. يعني أنت لا ترى أن هنالك مبرر لإحباط الناس بهذا التشكيل الجديد؟ لا أعتقد أن المسألة يعني محبطة بصورة كبيرة، لكن أعتقد أن الأحزاب الشريكة الأخرى ربما جاملت، ربما احتفظت ببعض المواقع،
يعني مثلا حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة الآن الدكتور أحمد بلال لم يغير في مواقعه في وزرائه. الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل تغيير محدود أيضا. طفيف. لذلك الأحزاب، الحزب الأمة الفيدرالي ما زال السيد الدكتور أحمد بابكر النهاري يحتفظ بموقعه. لذلك الأحزاب ذات الشريكة ما رأيك في دخول ما ساهمت في عملية، مبارك الفاضل؟ أعتقد أنه أكبر إضافة سياسية الآن للحكومة دخول مبارك الفاضل. لماذا؟ رجل له وزن سياسي، له تجربة، له علاقات واسعة، لديه معلومات، لديه تواصل مع قطاعات واسعة في الإدارة الأمريكية السابقة واللاحقة، لديه علاقات جيدة مع مصر أعظم جار لنا، لديه علاقات جيدة مع الخليج. تفكيره الاقتصادي كرجل مارس الأعمال والبزنس جيد. أعتقد أن مبارك الفاضل سيكون مفيدا جدا للحكومة، ولكن يحسب عليه أيضا لديه خلافات كبيرة وعميقة سياسية داخلية مع أطراف سياسية مختلفة في داخل السودان، ربما تعيق الحركة داخل الحكومة. غير معنية بهذه الخلافات يعني ما بينه وابن عمه، لو تقصد الإمام الصادق المهدي. لا ليس يعني لديه خلافات مع قوى أخرى مبارك الفاضل، يعني أنا أعتقد أن التحفظ عليه ليس من القوى السياسية الأخرى، من بعض القيادات داخل المؤتمر الوطني. هذا مقصوده، ولكن أنا أعتقد أنه من قبيل الغيرة. يعني بعض القيادات في المؤتمر الوطني لا تحب الأغوياء، تريد وزراء تبع، لا تريد وزير قوي يمكن أن يعمل يعني حركة. لا تخشى، أنا قصدت بأن مبارك الفاضل يواجه يعني عدم رضا حقيقة من القاعدة التنفيذية للمؤتمر الوطني. يعني أنت بتعتقد أنه هذا الخلاف لا يؤثر؟ لا أعتقد أنه من القاعدة، من بعض القيادات. يعني القواعد المؤتمر الوطني على المستوى الأدنى، أنا أقصد القاعدة التنفيذية، يعني الناس التنفيذيين في والله أنا بفتكر أنهم في كثير من الأحيان بيفضلوا وزراء يس مين دارين زول. حتى الأزمة اللي افتعلت في موضوع سفره لأمريكا وفي القصر حينما كان مساعد رئيس، أفتكر إنها أزمة مفتعلة كانت من صغور المؤتمر الوطني، لأنه حسوا بخطر الرجل، له علاقات، له وجود. وأنا أعتقد إن المؤتمر الوطني يفترض أن يفهم إنه هو مقبل على انتخابات مهمة وأكثر شفافية ودقة في 2020، أن يلعب كرة مع لعيبة محترفين كبار، يحتك مع وزراء بوزن، وزراء المؤتمر الوطني الشباب يستفيد أيضا من تجارب سابقة. الانسجام يعني مطلوب يعني أن 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 وبعدين أنا أفتكر أنه أهم ما يقدم الدولة ونحن في مشروع إصلاح الدولة بقيادة رئيس الوزراء الفريق أول بكر حسن صالح، أنه أن يترك بعض منسوبي المؤتمر الوطني في الوزارات على المستوى الأدنى، المستوى البيروقراطي، الوكلاء، الوزارات، مديري إدارات المالية والإدارية. البعض حينما يكون الوزير من خارج المؤتمر الوطني ربما يستهزئ في عمله بالوزير باعتبار أنه ما مؤتمر وطني. قد يكتب الوزير، أنا لي تجارب شخصية، قرار أو توجيه لا ينفذه مدير الشؤون المالية. ليه؟ لأنه الوزير ده ما مؤتمر وطني. العقلية دي مفروض تتغير، إنه الوزير ده بما إنه الوزير ده جابه الرئيس وجابته الدولة أدته أمانة، بعد ذلك الدولة تحاسب الوزير سواء قانونيا في موضوع فساد، سياسيا أو إداريا داخل مجلس الوزراء أو يستدعيه رئيس الوزراء. لكن مدير الشؤون المالية ولا وكيل الوزارة ولا وزير الدولة الآن، وأنا بفتكر إنه في مسألة برضو ما جميلة، حكاية إنه الوزير من حزب تاني، حزب الأمة الفيدرالي أو حزب الأمة مبارك الفاضل أو الاتحاد الأصلي، يقوم يكون وزير الدولة من المؤتمر الوطني. نعم، بيفهم إنه دزونا، وهو عمليا هو حيدير الوزارة، والوزير التاني يكون صورة. أنا أفتكر إنه الوزير اللي يقبل إنه يكون صورة لا يستحق هذا المنصب. نعم، سنحاول نتجاوز هذا المحور بسؤال، إنه في النهاية أنت تمثل الشعب السوداني في هذه الوزارة، ينبغي أن تعمل كوزير بكافة الصلاحيات. إذا ما قدرت تعمل كوزير بكافة صلاحياتك وسلطاتك، أنت تكون خنت هذا الشعب. ويفترض أن تتغير هذه العقلية، إنه الناس الجدال وزراء موثوق بهم،
سياسيا ودينيا واخلاقيا، والا انت ما اخترتهم. اذا انت بتثق فيهم وجبتهم في الوزارات ما تخط لهم مراقب في من هم ادنى منهم. طيب انت الان بتتحدث ولذلك عن تتطور الدوله. الخواجات في اوروبا تطوروا كده، يعني لما يكون قد يجيب باراك اوباما زول في الخارجيه يكون معروف انه في الحزب الجمهوري، لكن ما بيخط له زول من الحزب الديمقراطي حزبه عشان يراقبه او عشان يعني يكون عنده سي عليه. نعم، يعني انت بتتكلم الان عن موضوعيات الانسجام، لكن هذا غير متحقق. يعني هنالك الان تعارض كبير جدا في يتحقق بانه المؤتمر الوطني، قياده المؤتمر الوطني، رئاسه الدوله، رئيس الوزراء يوجه كل المنسوبين في كافه الوزارات. صاحب القرار الاول بموجب قانون الوزاره هو الوزير. هل سيوف بعد ذلك وزير هل سيوف رئيس الوزراء في تحقيق هذا الانسجام؟ اعتقد ان هنالك تطور في بعصا أم بسياسات؟ في سياسات، توجيهات، في النهايه الثقافه، هذه الثقافه حتى في الشارع العام لازم تتغير بقوانين وباداء صارمه. يعني لبس الحزام في الشارع في الخرطوم فرض بالقانون وبالغرامات. أنت يعني تزور دولة الإمارات العربية المتحدة، لماذا نحن ملتزمون بالقانون في الباركينج في كل شيء، حتى في المشي في الشارع في دبي، ولا نلتزم في بلدنا الخرطوم؟ يعني نفس الشخص الذي يقيم في دولة الإمارات يلتزم بالباركينج لأنه غرامة 600 درهم إذا وقف غلط، بيجي في جاسو في الخرطوم ممكن يوقف العربية ويدعها. أنت تقول له والله الشارع قفلت الشارع، يقول لك يا أخي ما بتمررك يا أخي، ما تمشي بتمررك. يعني كده ليه ما في أمريكا، في ألمانيا، في التزام دبي بالنظام طبعا. وليه الالتزام بالنظام؟ لأنه القانون، لأنه العصا الصارمة، لأنه الغرامات. تأتي هذه الأفعال والتوجيهات اضطرارية، من بعد ذلك ستصبح ثقافة عامة. نعم، وهي تجارب متراكمة، يعني ما بتجي باللحظة الأخرى. أنا سأطرح هذا الملف بسؤال هام جدا، يعني أو سؤال ربما كان إجابتك عليه ومهمة للبعض. أنت تحدد بعض المواقف من بعض الوزراء بانتقائية لك ود معه، يعني أنت تتحدث بإيجابية كبيرة جدا عن غندور، وهذا ما لمحه الناس في حديثك خلال الفترة الأخيرة. الآن تتحدث بإيجابية أيضا عن مبارك الفاضل، وسندته مساندة كبيرة، وأنت تدفع الآن بموضوعيات اختياره ترتقي بها هكذا بشكل كبير. انتقائيتك هذه هل لها مزاجية خاصة؟ والله غير صحيح. أنا أحرص جدا على أن لا تكون لي علاقة خاصة بمعظم الوزراء. يعني لا أذكر أنني زرت وزير في بيته، ونادر جدا أزور الوزير في مكتبه إلا إذا كان دعوة لي. ولكن أتحدث عن خطك الإعلامي. ما أنا أوضح لك إنه ما في علاقات خاصة في عملنا، وأنا أتمنى إنه الجميع يكون هذا هو السلوك العام عشان تكون في صحافة مهنية، لأنه الصحفي قاضي بيراقب وبيحلل ويتجه. صح انه في لوبيات في الصحافه، في لوبيات وفي مجموعات وفي اصحاب وفي كده، ومش في السودان بس، في امريكا، في بريطانيا. ما رايك في بروز الان هذا المثل للاتجاه للعلاقات السودانيه المصريه؟ ولكن قبل ذلك اريد ان اسالك سؤال ايضا، ربما بالفعل نقفل بهذا الملف. ما رايك في تجربه مدير عام مكتب الرئيس خلال الفترة الأخيرة؟ السودان الآن اتجه خلال الفترة الأخيرة، أو الرئيس الجمهورية اتجه في الفترة الأخيرة لإقرار هذا الواقع، بمثل ما كان في دول عربية كمصر تجربة أسامة الباز مثلا. الآن الفريق طه يقدم تجربة جديدة في نفوذ مكتب الرئيس وصلاحياته وما يديره من عمل. ما رأيك في هذه التجربة كتجربة ربما كانت غير مألوفة في الحياة السياسية السودانية؟ أعتقد أنه الفريق طه قدم مجهودات، بذل رجل طاقة يبذل مجهود كبير جدا. رحلات معكوكية أظن الآن خارج السودان منذ عدة أيام حتى قبل رحلة الرئيس، بذل مجهود كبير جدا في ملف العلاقات مع الخليج العربي، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية. أفتكر أنه قدم مجهود كبير، ربما كان التحفظ في يعني ضرورة وضع الخارجية في الصورة دائما، يعني وهذه مؤسسية الدولة. الرئيس في أي دولة له حق تكليف مبعوث شخصي ليقوم برسائل مهمة، وحتى بعض الدول تولي أهمية قصوى للمبعوث الشخصي للرئيس.
أكثر من وزير الخارجية. هل تعتقد في الأعراف كذا؟ يعني هذه التجربة خلطت الأوراق ما بين من موقع. يعني أعتقد أنه في ظل الحكومة الجديدة أرجو أن يكون هنالك قنوات مفتوحة بصورة أكبر ما بين الخارجية ومكتب الرئيس. ولكن أنت كتجربة تحترمها مثل ما هي تجربة كانت في مصر وفي غيرها. بالتأكيد يعني ظل الدكتور أسامة الباز مدير لمكتب الرئيس حسني مبارك لفترة طويلة جدا، ربما أكثر من 20 سنة، وظل كاتم الأسعار وظل قابض بملفات مهمة جدا في الدولة المصرية. لاحظ البعض من الصحفيين خلال المؤتمر الأخير للسيد رئيس الوزراء ظلوا على حالة من التجهم غريبة جدا أثناء المؤتمر، ويرى البعض أنهم لم يكونوا جريئين في تناول ما تم في المؤتمر. هنالك كانت أسئلة مكتومة داخل أفواههم بلعوها هكذا، ما رأيك؟ بالعكس، أنا أعتقد أن هنالك كان إسهاب في أسئلة يعني ليست لها إجابات. يعني البعض يقول كانوا في دهشة. أنتزع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الحكومة عن ما هي استراتيجية الدولة أو ما هي استراتيجيتك للمرحلة القادمة، هذا كتاب لا يمكن أن تزعل منه. أعتقد أن معظم الأسئلة سئلت من الإخوة الزملاء، لكن كانت تبدو عليهم الدهشة لدرجة يعني الصمت. ربما في تغيير بعض الأسماء، ربما في ظهور أسماء جديدة مثل الفريق الركابي وزير المالية. أعتقد أن الأسئلة كانت مناسبة. البعض قال بأنهم زهدوا في الأسئلة يعني خلال المؤتمر. لا أعتقد أن الأسئلة كانت من هول المفاجأة شاملة. السؤال الوحيد أنا علقت الذي لم يطرح هو ربما لضيق الزمن ولم تتح الفرصة لجميع الإخوة رؤساء التحرير الذين حضروا مؤتمر صحفي عن غياب الشيخ إبراهيم السنوسي الذي كان موعودا هو المؤتمر الشعبي. ما تفسيرك لذلك؟ ما تفسيرك لذلك؟ حتى الآن ليس هنالك تفسير ومعلومات، ولكن البعض يقول أن مصروم سيصدر بتعيينه خلال أيام. هل تعتقد من الأفضل أن يدخل؟ أعتقد أنه من الأفضل أن يدخل، ومن الأفضل أن تلتزم قيادة الدولة وقيادة المؤتمر الوطني بكلمتها للمؤتمر الشعبي، وهو أهم حزب شارك في أنا لا أقول أكبر حزب، ما رأيك في، ولكن أقول هو أهم حزب من ناحية الفاعلية، شارك في الحوار الوطني وعنده دور كبير في أن الحوار الوطني وصل هذه المرحلة. لو أن المؤتمر الشعبي انسحب من الحوار الوطني مثل ما انسحب حركة الإصلاح الآن في فترة دكتور غازي صلاح الدين ومنبر السلام العادل وغيرهم انسحبوا في فترات كثيرة ومتلاحقة، المؤتمر الشعبي لم ينسحب حتى بعد وفاة الشيخ حسن رحمه الله، ظل مواصلا ودعم أساتذة كمال عمر والسنوسي وغيرهم، كان عندهم دور أساسي ربما أكثر من المؤتمر الوطني. نعم. ربما أكثر من المؤسسين. هل تعتقد بأن الدكتور علي الحاج يمتلك القدرة على صياغة موقف جديد وواضح للمؤتمر الشعبي والمضي به في تماسك خلال المرحلة الجاية برؤى سليمة وأداء سليم؟ يعني الدكتور علي الحاج هو من آخر جيل الحكماء والسياسيين من العيار الثقيل في الحركة الإسلامية السودانية وفي السودان بصفة عامة. علي الحاج يعني كفاءة سياسية عالية وحكمة سياسية عالية وقدرة وتجارب وتاريخ. نعم. ولذلك وليست لي علاقة شخصية به. لم نتهمك بهذا علي. ولم أزوره حتى الآن في منزلي، ربما أزوره في الأيام القادمة، ولكن كانت هناك دعوة لم تتح الظروف الخاصة في المشاركة في تلبية دعوة، أول دعوة له لرؤساء التحرير في داره بعد عودته من ألمانيا. ولكن الموقف هذا ليس له علاقة شخصية، يعني أنا ليست لي علاقة شخصية بالمؤتمر الشعبي، وليست لي في مصلحة شخصية ستعود لي من 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 تسلم مبارك الفاضل لوزارة الاستثمار. ولذلك هذه قضايا كما قلت الصحفي يفترض أن يتمثل دور القاضي في تحليل القضايا. ولذلك نحن نشجع على الحاج لماذا ليكون في الساحة السياسية لاعبين من المستوى والعيار الثقيل، لأنه مفيد للدولة، مفيد لرئاسة الدولة أن تكون هنالك لاعبين كبار. نعم. وأفكار كبيرة. نعم. أثار موقفك من علاقتنا به، وهذا نفس الموقف من الإمام الصادق المهدي. نعم. مثل ما أتحدث بإيجابية عن مبارك الفاضل المهدي، أفضل علاقة لي
مع رئيس حزب هي مع الإمام الصادق المهدي أفضل من قيادة المؤتمر. نعم، يعني أنا دار أقول عشان ندخل في محور جديد، أثار موقفك من العلاقات مع مصر خلال الفترة الفائتة أثار جدل كبير جدا وسط الناس، يتهمك البعض بأنك قد مضيت هكذا بعيدا في الدفاع عن مصر في وقت في احتقن فيه الموقف السوداني وبالعمالة. وبالعمالة، نعم، ما رأيك؟ نعم، يعني أنا أعتقد أنه شيء مضحك. يعني أحد الصحفيين وإن كان لم يكتب هذا الرأي قال أنا أحدد وطنية الشخص من مستوى حبه لمصر. يعني وطنيته للسودان من مستوى علاقته وحبه وتقديره لمصر. البعض يعتقد أنه نحن نكتب عن تاريخ، عن العلاقات الأزلية وعن عاطفة وعن كده وعن كده. احنا ما كتبنا عن العلاقات الأزلية وعن العاطفة، نحن نتحدث عن مصالح حقيقية بيننا وبين مصر، أدناها العلاج. يوميا كم ألف سوداني بتعالج في مصر. نحن كبيرنا في الإعلام منه كبيرنا البروفيسور الله يديه الصحة والعافية علي شمو في ضائقة صحية تعرض لوعكة لم يتعالج في السودان، عولج بواسطة وأنت تعلم الجراح كبير مصري في عملية استمرت لثمانية تسعة ساعات. يحيى أنور بلبع، يحيى بلبع، وعالج الهرم الفني كمال ترباس، وعالج مئات السودانيين. يوميا لو ذهبت إلى أي عيادة في مصر ستجد خمسة سودانيين وأربعة مصريين. أنا حسبت المسألة دي في معظم العيادات، أي أغلبية الحضور لبعض كبار الأطباء المشهورين في مصر تلقى السودانيين أكثر. هل لو كانت المسألة دي لا تعالج كما قال القنصلنا هناك في القاهرة، ما بتتعالج بأنك تقول والله ناس أطباء الكلى نحن عندنا معالجات وعملنا معالجات وإنه ناس الكلى ما يجوا مصر ثاني. وين المعالجات دي؟ في إبراهيم مالك، في مستشفى مدرمان، في مستشفى النو. لما أنت تودي 3-4 ألف طبيب ماهر منك السعودية توديهم كده يدفعوا غرامات 1000 و2000 جنيه، مين بيعالج الشعب السوداني؟ ولكن هل يبرر هذا قبول السودانيين لما رصدوه وما قدروه من استفزازات خلال؟ لا يبرر طبعا. لا يبرر طبعا. ونحن ردينا، أنا شخصيا رديت على الإعلام المصري والبعض في الإعلام المصري، وده للمعلومية والأهمية إنه ده ما الإعلام الرئيسي في ليس مصر، ليس الإعلام رسميا. يعني لن تجد إساءة للسودان، هذا صحيح، لن تجد إساءة للسودان في القناة المصرية الأولى ولا الثانية ولا الرابعة، لن تجد إساءة للسودان في الحياة أو في النهار، لكن البعض يقول لن تجد لها في الحكومة المصرية لديها القدرة هذه على قنوات على تبحث على السيطرة على ذلك من قبل قنوات وبعض الإعلاميين يبحثون. ومثل ما يمكن أن يكون هنالك عملاء في الإعلام العربي المصري السوداني للموساد للسي آي إيه لدول أخرى مجاورة، يمكن أن يكون هناك عملاء أيضا في مصر يريدون أن يسيروا هذه الأزمات. أنت ما بيننا تمتلك شقتين في مصر وهديت مليون دولار، والله اللهم أمين. قال بيقولوا هذا ما قيل عنك سمين، بيقول أمين. مش أنا ما بفتكر أنه كثير علي أنه يكون عندي شقتين، إلا من يكون زول شغال 21 سنة في مهنة مرتبطة بالسوق ما بالحكومة. في ناس أنا بعرفهم عاديين جدا عندهم شقتين، في ناس باعوا بيوتهم هنا أو عنده قطعة أو قطعتين باعها واشترى شقتين ثلاثة في القاهرة، لكن ليس صحيحا هذا. وأنا رديت في هذه المسألة، فأعتقد أنه من الخطل. ومثل هذه التأليفات بتأثر كثيرا على مصداقية النت. إذا كنت أنا مناضل عاوز أقود التغيير في السودان عبر أدوات وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن أحرص على مصداقية النت. يعني أنا ألف لي قصة وأقول بالصك في مصر، ما في حاجة اسمها الصك رقم 74، في عقد وشهر عقاري وكذا، ما بقول شقة فاتحة على شارعين الوصف ده، ما في شقة ناصية يعني فدي دي أوصاف مضحكة. وبالتالي كثير من الناس طبعا ما صدقوها، ودي بتنسف مصداقية الوسائل التواصل الاجتماعي. أنا داير الشباب في السودان يستقل وسائل التواصل الاجتماعي في التغيير، حتى في تغيير النظام بطريقة علمية.
من الذي حقق وأنجز الثورة في مصر في 25 يناير 2011؟ الشباب. نعم شباب، ونحن نعلمهم بالأسماء، أصبحوا نجوم، وكانت قناة الجزيرة تحاورهم، نوار نجم ووائل غنيم نجوم، وربما استضافتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بعضهم سافر إلى أمريكا. دهيل غيروا النظام، أعدت نظام في الوطن العربي وأفريقيا، نظام حسني مبارك، أقوى مخابرات، أقوى أمن دولة، بأنهم دعوا بالحسنى وبالذكاء وبفطنة وبتوادد مجموعات كبرت وكبرت وملأت ميدان التحرير. نحن بالأسلوب والسلوك اللي بنمارسه الآن في النت، أسلوب الشتائم والسخرية، وكل ما لمع شخص وكل ما ظهر شخص قللوا منه، ده شنو ده، جميل وين يعني، وده مؤتمر وطني وده أمن. نعم وده إيه يعني، هذا يحدث حقه. نحن نرتقي. نعم الزول بتعاول مع التقنية دي، دي ما تقنية حديثة، يفترض أنه عقله وثقافته تتطور بما يوازي الكيبورد. نعم ده يعني عشان برضو كمان نكفي الملف مصر، سؤال سريع يعني، ملف مصر ملف مصر يعني الحاجة المهمة فيه أنه الجدل حول حلايب. أنا درس لك إنه هذا الاحتقان يعني بتفتكر إنه بسببه شنو ممكن يزول كيف؟ والله أنا أفتكر إنه الأسباب تاريخية يعني. الأزمات بين السودان ومصر منذ عهد قديم يعني، منذ أن كان رئيس وزراء السودان عبد الله خليل والرئيس في مصر جمال عبد الناصر، حصلت أزمة في موضوع حلايب، ولكن عولج بالحكمة السياسية الموجودة في البلد يعني. والذي صعد الأمر في هذه الأزمة الفترة تحديدا ستظل مستمرة ما لم ننظر بحكمة. مصر هي عمقنا، تاريخنا، أقل شيء عروبتنا، دمنا العربي ده. أي زول نحن بنقول سودانيين أفارقة وعرب، أي زول لونه أبيض أو لونه فاتح فيه دم مصري، ليس بالضرورة أو مغربي أو مغربي في الغالب، لأنه عبد الله بن أبي سرح جانا من مصر، الإسلام ده جانا من مصر. نحن الصحراء أيضا تعلمنا وثقفنا وقرينا كتب. أنا قلت لك قبل، أنا قريت مجلة السمير وعمري 8 سنة و9 سنة لحد نجيب محفوظ وهيكل وإحسان عبد القدوس وزكي نجيب محمود، ديل كلهم مصريين. لو أنا دار أحسب لك الكتاب القرينا ليون القرليون، أي سوداني حتلقاهم مصريين. لا أحد في هذا، لا حتلقاهم مصريين يعني أكثر من إنهم سودانيين. لا أحد أكثر من إنهم سودانيين يعني، لأنه كان عندنا أزمة طباعة، والسوداني لا 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 لا, لا يصهر إبداعاته بصورة كبيرة جدا من التاريخ، من زمان، من ناس معاوية نور وغيرهم. الحقيقة إنه المكتبة بتاعتنا 90% 80% مصرية. نعم. هل تعتقد بأن مصر قلقة جدا من أنا التواصل بفتكر إنه السوداني الآن الجديد مع جيرانه، وما يحدث الآن من تقارب تحديدا مع المملكة السعودية أعتقد. وهذا التحرك العسكري يجب الآن يجب تتقدم قوى جديدة عربية الساحة القتالية العربية، يعني وكأن الجيش المصري ينظر لهذا بشيء من التحفظ يعني. يجب أن نفهم جيدا إنه دول الخليج العربي لن تتخلى يوم عن مصر، ولن تنزل مصر من ترتيبها كدولة أولى في أعمالها الاستراتيجية لدول الخليج. والآن ونحن نتكلم عن أزمات بين الخليج ومصر، الرئيس السيسي زار بدعوة من الملك سلمان قادم الحرمين الشريفين السعودية، ولقي استقبال كبير جدا. قبلي الملك سلمان زار السعودية وتبرع ودعم مصر بمليارات الدولارات، ولكن التوجس لا يخفى على أي حال. أي حال تظل هي الدولة على أي حال العربية أنا أستشهد الحاضر أستشهد بما قاله الأمير محمد بن سلمان ولي على عهد وزير الدفاع عن مصر. نعم. حينما سئل عن الإعلام المصري قال أعداء السعودية في مصر وليس مصر. نعم. ومصر تظل دولة. أنا أعتقد أنه كان في ظل الأزمة أن يقوم سياسي سوداني حتى في المعارضة ما قاموا، خافوا من الهجمات في النت وغيره، يؤسرون السلامة. نحن لا نؤسر السلامة، نحن نقول الحقيقة. يعني ما قام زول غير الإمام الصادق المهدي قال أنه علاقتنا مع مصر يجب أن تكون استراتيجية كأهم دولة،
الخلاصة إنه نحن بالنسبة يوميا للسودان؟ عندنا من 7 إلى 8 رحلات لمصر. قد يكون عندنا رحلة واحدة لأثيوبيا، قد ما يكون عندنا رحلة لتشاد، قد يكون ما عندنا رحلة لإريتريا يوميا. وبالتالي ولكن لديك ولا رحلة ترتيبات أصلا أمنية حتى في عهد اقتصادية الغزافي، استراتيجية مع ولا سيناء وإيران. حتى في عهد الغزافي، وفي ظل رفاهية ليبيا وعلاقته اللي كانت في فترة قوية مع السودان مع أنه كان يدعم التمرد، ما عندنا رحلة طيران مباشرة إلى طرابلس. علاقات الشعوب بتقيسها بمستوى الحركة ما بين الدول. ولكن ده لا ينفي لديك مع انه نحن اثيوبيا الان ملفات يجب امنيه هامه جدا، ده لا يعني ده لا لديك ملفات استراتيجيه اقتصاديه ايضا مهمه مع اثيوبيا. هذا لا ينفي انه نحن في الموضوع المصري نحسب موضوع حلايب باي طريقه قانونيه. انا بفتكر انه الكلام في النت او التصريحات لبعض السياسيين وانه حلايب سودانيه وهذا صحيح لا يحل المشكله. انت تتحرك، يتقدم، كون لجنة قانونية، محامين كبار لهم علاقات دولية، أمشي بريطانيا، جيب الوثائق البريطانية، أفتح قضية في واحدة من المحاكم الدولية وحرك هذا الملف لتلزم مصر تجلس معك للتفاوض. على حل لكن كونك يعني أنك أيضا أنت تقدم قضية في مجلس الأمن خطاب تقليدي روتيني بيروقراطي ولا يرد له، هذا لا يحل القضية. هو هذا نظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن هذا هناك ما يريده يعني. يمكن أنا أستقيل ثغرات زي ما في المحاكم السودانية، في صحيح. ثغرات دائرة المراجعة تحكم بحاجة، ممكن أمشي المحكمة الدستورية زي ما مشى الكاردينال. هنالك في منافس قانونية دولية كثيرة جدا إنه أنا ممكن أمارس بها ضغوط على الدولة المصرية في أنها تجلس معي في هذه المسألة. يعني نحن نسأل الله بأن إذا تحدثت عن يتجاوز المصالح السودان الاقتصادية مع أثيوبيا كثيرة، أنا لا أعرف هذه المصالح، ممكن تحدثنا عن يعني المصالح الآن يعني أكبر مصلحة الآن بينك وبين أثيوبيا هذه المساحة الكبيرة جدا الطولية بيننا النيل، بين لا المساحة الحدودية نفسها يعني الشرق. وماذا يحدث في المساحة الحدودية؟ أخطر جبهة، وماذا يحدث في المساحة الحدودية؟ أخطر إن عندنا مشكلة أيضا مع أثيوبيا في موضوع الفشكة اللي هي نحو مليون يعني فتان. البعض يرى بأن نحن علاقتنا مع أثيوبيا علاقة عاطفية، يجب أن نعترف إنها علاقة عاطفية، نحن بنحب الأثيوبيين، أنا واحد منهم، ومع مصر أيضا علاقتنا مع مصر مع ينبغي أن تكون بالنظر للمصلحة. زي ما قلت لك نحن الآن مستشفياتنا ودكاترتنا ما قاعدين عندنا، قاعدين في الخليج، لذلك بيعالجونا الأطباء المصريين. نحن ثقافتنا وتعليمنا وحاجاتنا جات من مصر. نحن هذه هي العاطفة اللي أنت تتحدث عنها، دي ما عاطفة، لكن كموضوع دي مصلحة. الآن لما أنا بكلمك عن مريض ممكن يموت هنا وبتعالج هناك، دي ما عاطفة، دي مصلحة. صحيح. انت سمعت لك بمريض مش لا يعني عندنا يتعالج في 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 نجمينا او يتعالج في أديس أبابا او في أسمرة؟ احنا نتكلم عن مصالح، دي مصالح. انا كونه انا بدرب، نحن دربنا حكومة السودان 500 طبيب في مصر اخصائي قبل سنتين، وتعلم ذلك وزارة تنمية الموارد البشرية، مش وين ال 500؟ ال 500 ما موجودين الآن. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إنه العلاقة بين مصر والسودان الجارتين أن تعود إلى سابق عهدها. أريد أن أسألك سريع لأنه باقي لنا دقائق فقط، ما رأيك في تحولات السياسة الخارجية السودانية الأخيرة على ما يحدث من ظلال على علاقات السعودية بجيرانها والحركة في إيران وما يحدث في سوريا وما يحدث أيضا من ظلال الربيع العربي أو ما ترك الربيع العربي؟ السودان الآن يتجه اتجاه جديد تماما في السياسة الخارجية. هو تطور كبير، تطور ملحوظ ومهم. الآن السودان منفتح، صحيح أنه بعض الحركات بعض منسوبي المعارضة غير سعيدين بهذه المسألة، للأسف الشديد أنه الحركة الشعبية وعلى لسان ياسر عرمان تحرض على عدم رفع العقوبات على السودان في يوليو. هذا أمر مؤسف، يجب أن تفرق المعارضة سواء حركات مسلحة أو معارضة في الداخل أو في الخارج، أن تفرق ما بين الوطن وبين المؤتمر الوطني. نعم أستاذ سيد عز الدين، يبدو أن الزمن هذه الحلقة انتهى. نحن شاكرين لك شكر جزيلا على المشاركة في هذا البرنامج 59 دقيقة، ونتمنى أن تشاركنا في هذا البرنامج خلال الحلقات المقبلة. شكرا لك أستاذ خالد. شكرا لك جزيلا. أعزائي المشاهدون، كان معنا هنا في داخل الاستوديو الأستاذ الهندي عز الدين الناشر ورئيس مجلس إدارة صحيفة المجهر. إلى أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج 59 دقيقة، لكم التحية والشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.